مشاكل الا ولا عندي عراقي راه ما كيتحرر الا الناجي خاصكم تعرفوا راه كل ما كانش النساء حاربوا وخرجوا للوجود كنا انا كنقولها لهم 1989 كنا واش غادي يمكن نوصلوا نديروا قانون للخادمه واش يمكن المراه المغربيه تعطي الجنسيه للابن ديالها وغير ذلك من القوانين 30 عام باش اليوم نقول الحمد لله راه واحد الشوط عندنا اذا خاصنا نفتخروا داكشي اللي وصلت ليه المراه المغربيه وهي مفخره على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي ابا من ابا وكلها من كلمه اذا كلكم قوه وكلكم اجتهاد ولا بد من التكوين والتكوين المستمر وما عرفت شي حاجه نبدا نسمع ونتسلط وما نقولش ونستشر انا الى يومنا هذا 34 عام ديال الاقدميه ما كنهز التليفون ومعيط على واحد ونقول له الله يخليك قول لي وهذوك الرجال كلهم اللي معاكم في الجماعه راه اللي مشيتي ليه وما استعملتيش معاه العنف راه غادي يعاونك وكنعطي واحد النصيحه للمراه المغربيه كفاكم من محاربة بعضكم البعض وخدموا وحياتكم لها سواء التناول هذه رئيسة اليوم غدا غادي تدور سي لا روكين تور هذه انا راه تعلمتها في العمل الجمعوي ما يمكنش ما توصلك النوبة غير بالصبر اذا كنتمنى لكم مسيرة موفقة وانا راه جيت اليوم سي حمسي ولكن من الشباب ديالي من 83 وانا في حزب وكنقول انه ما يمكنش ما نكون في حزب وما نمر السياسة لان العمل ديالي اليومي كله راه ممارسة السياسة غير كتعبري على واحد الكلمة كتقولي غير اسعار غالية راه السياسة هذه اذا تنتمنى لكم مسيرة موفقة واجتهدوا وتعاونوا تعاونوا كنساء راه والله حتى نديروا من المغرب مغربياتي بقيت مهتمه بالاسره ديالي فكان طبيعي غيجيو ناظرين لولاتي تا هما وجدتو تا هما الاجازه بحالي وغنبقى انا في القرار وغنبقى مكانها كوزينه وحده فكان لابد نخرج العمل الجمعوي العمل الجمعوي في البدايه راجلي شويه جاتو شويه عاقلين شويه دوكا انا شويه يقول لك تنوح يعني فكان الفكره ديال السي نجاري اختار في الفريق مشيت مع بناتي كانوا في راسات وعيط لهم لاصا قال لي ضروري تحضري مع بناتك وتعرفت الاستاذ نجاري وقال لي انت تبارك عندك اجازه علاش ما تكونيش في العمل الجمعوي بديت كنخدم معاه شويه دار لي الفرح ديال الريعه خديت الرئاسه ديالو سير سولوا عليا دابا عندهم في الجمعيه كان جد متميزا حافلا بمفاجآت وبمعارف من العيار الثقيل شخصيات وازنة سواء رجال أو نساء وكل ما أثار انتباهي هو واحد شاب طموح مستوى عالي ثقافة تواضع كل حاجة زوينة فيه
والاجمل هو انه دكتور تخدم الوطن بحب واخلاص وبتفاني، يعني مهما تكلم عليه ما غادي نوفي حقه. هو الدكتور يوسف ديالمي، طبيب مختص في توليد النساء، كانت يعمل سابقا بالمستشفى الاقليمي المسيرة الخضراء، قام باول عملية قيصرية عن طريق عنق الرحم وكللت بنجاح. نرفع القبعة لمثل هؤلاء الشباب الطموح. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل كل شيء نرحب بضيوفنا الكرام، فأهلا وسهلا بكم، والسيدة نعيمة التقي تحييكم. بالمناسبة أنا امرأة عصامية، أبدا لا تحقيق الذات هذه نقولها بالدارجة، أنا واحد المرأة اللي قرات راسها وشدات الباكوتة وشديت لا ليسونس وانا في الدار، يعني شديت بنتي نهار بنتي شدات لا ليسونس شديت انا الباك، ونهار اللي خدات الماستر خديت انا لا ليسونس. اذا المراه الى بغات شي حاجه غادي توصل لها، ما تقولوش انا ما قادراش وعندي مشاكل والراجل ما خلاني، والله المراه اذا درت شي حاجه في راسها الله تبارك وتعالى. اذا الكلمه احببت ان اهدي هذه الكلمه لشخصيه بارزه اعتبرها ابا لمن لا اب له واخا لمن لا اخ لها، شخص يشهد له التاريخ بتضحيته الجسيمه يستحق